السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. طبعا قراءتنا جديده وحصريه على القناه لمواليد برج الحمل. برج الحمل النهارده التاريخ 20 يناير، ده تاريخ الفيديو بتاعك، التاريخ علشان مصداقيه قناتك، مالكش دعوه بالتاريخ خالص، انا بقول لك التاريخ علشان دي مصداقيه القناه. طبعا قراءتك عامه ومفتوحه في اي وقت، بعد اسبوع، بعد شهر، ادخل على الفيديو، خد توقعاتك وتبشراتك وخد الطاقه بتاعتك واخرج من الفيديو، مالكش دعوه بالتاريخ. نصلي بقى على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. لو بتعاني من سحر ولا قرين ولا تبيعه ولا وسواس ولا اي مشكله عندك، اول تعليق هتلاقي لينك قناتنا اللي عليها العلاج، جميع علاجات السحر، القرين، الوسواس، كل حاجة هتلاقي علاجاتنا عليها. قراءتك ان شاء الله بإذن الله تكون مبشرة، ونشوف مع بعض ايه الاخبار، بس هدي اعصابك خالص. رافع ايدك لربنا وبتقول يا رب انا فوضت امري ليك، يا رب انا ما بقتش قادر خلاص. بالنسبة للمطلقات او الارامل، في شخص جديد ناوي يدخل، او يعني لاما ناوي في شخص جديد هيبقى في اعجاب وكلام، لاما عندكم بنت او انتوا عندكم خطوبه في ارض بيتكم للمطلقات، في خطوبه او في كلام عندكم، لاما ليكم لاما لبنتكم لاما لابنكم، الله اعلم، بس في فرح، في فرح عندكم. طيب قولوا لي مين اللي شعرها طويل وشعرها اسود وبيضة وملامحها حلوة، بس في علامة في وشها او بتشكي من حاجة في جسمها، مين دي وعايزة منك ايه وبتراقبك ليه، او يعني حطاكم في دماغها قوي الايام دي بشكل غير طبيعي، لدرجة ان انتوا بتقولوا احنا عملنا لك ايه، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك. حصل ولا ما حصلش؟ بلكم مشغول انتوا الايام دي جدا، وحيرانين في قرارات، حيرانين في مواضيع، حيرانين في حاجات بتتفتح قدامكم. انتوا مشكلتكم ايه؟ انه متسرعين، رغم ان انتوا عندكم ابداع. حاولوا على قد ما تقدروا تستغلوا كل حاجة في حياتكم، يعني حاولوا انتوا تستغلوا، بس قولولي انت ليه متكتفين؟ حاسين بالملل؟ حاسين بالارهاق؟ خلوا بالكم انتوا عندكم حد بيخونكم، طرف ثالث بيتدخل في حياتكم، طرف ثالث بيحاول يأذيكم. واحب ابشرك ان انت في عز ضعفك هتكون نقطة قوة في حياتك، هتكون بداية جديدة لانكسارك، انت انكسرت وخاب ظنك في اختيارك، يعني حتى في اختياراتك ما بقتش واثق، واخد على خاطرك شوية، بس في قعدة حلوة، قعدة لطيفة، في مواضيع من ناحية العاطفة هتتفتح قدامك قريب جدا. انت طمعان في ربنا، طمعان في كرم ربنا، وبتقول يا رب انا خلاص سلمت امري ليك، مش عايز حاجة تانية، انت يعني اديني. مين الشخص اللي بعت لك رسالة؟ مين الشخص اللي هيبعت لك رسالة قريب جدا وهتيجي تبشرني او بعتها لك؟ انت دلوقتي مركز طاقة تركيز او طاقة انتظار رهيبة، يعني انت دلوقتي مركز، ممكن تكون مركز في كل كلمة انا بقولها لك. ليه؟ عشان انت حيران ومستني تسمع حاجة معينة، انت مستني تسمع حاجة معينة، في دقة وفي تقليق وفي شفاء عندك، بس انت حاسس ان الدنيا ماشية معاك بالعكس. عمرك ما ظلمت حد، بس انت اللي اتظلمت، عمرك ما جيت على حد، بس بالعكس هم جوا عليك، فما تقلقش. بس اقول حاجه بسيطه كده، في اعتذار، في اعتذار، لاما انتوا هتعتذروا لحد زعلتوه بكلام قلتوه جارح من غير ما تقصدوا، او حد هيعتذر لكم. هو في اعتذار وفي ابداع عندك، بس في واحده ست، الست دي بتطلع بره تتكلم عليكم. اجمل ما فيكم ايه؟ ان انتوا ما بتشتكوش. اجمل ما فيكم ان انتوا متالقين وواثقين من نفسكم قوي. اجمل ما فيكم ان انتوا عارفين اللي عليكم واللي فيكم،
وما بيفرقش معاكم كلام ولا بيفرق معاكم حاجة. بتقولوا أنا ليه يا رب كريم، أنا خلاص تعبت وزهقت، بس أنا عارف إن ربنا هيشفيني. بص هنا عندك حرف الشين، حرف الحاء، دول موجودين في حياتك، الشين والحاء بيعملوا إيه؟ بينكم ما بينهم انفصال، أو بينكم ما بينهم حاجة، وهيبقى في كلام الفترة اللي جاية لو انتوا حصل عندكم بينكم ما بينه انفصال او نفور او حاجة، في كلام هيحصل الفترة اللي جاية وقريب جدا. في حاجة انت هنا بتحلم بيها، يعني في احلام بتتردد معاك اول فترة دي، او في مواضيع بتتفتح قدامك. طيب انت هنا جسمك بيسخن فجأة، بتحط ايدك على رقبتك وبتحس برعشة كده، وبتمسك في اي حاجه قدامك، او بتحس بدوخه، دوخه فجاه كده. اللي قالك قله اكل، اللي قالك انت مش مهتم باكلك، وانت وانت وانت، بس ده تفكير رهيب، ده ضغط نفسي عليك من كل اللي انت فيه. الفتره دي انت بتعدي في فتره متعبه، بتعدي بمعاناه، صح؟ حاسس بغربه، حاسس انه في حاجه غلط. ليه؟ ده الغلط اللي انت حاسس بيه ده بدايات جديدة، بداية جديدة وحياة جديدة انت بتسعى من اجلها. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. عندك تعديل، عندك فرحة طال انتظارها قريب جدا. طيب انت بتحب اللون الاسود، بتحب الالوان الغامقة، بمعنى اصح الالوان الغامقة دي انا شايفة لكم شراء حياة، بداية جديدة، يعني شراء لبس جديد، او ناويين تعملوا حاجة في بيتكم، ناويين تغيروا لون الشقة، ناويين تغيروا حاجة في حياتكم، ممكن عربيتكم، ممكن الله اعلم، بس انتوا عندكم حاجة جديدة هتعملوها بالهدوم بتاعتكم، بالالوان الجديدة اللي عندك. انا شايفة هنا في طاقة تفكير برضو للمطلقات او الارامل، برضو طاقة تفكير في اولاد، في ايه بالظبط؟ انتوا عندكم طاقة تفكير، وورا التفكير ده هيكون في عدالة. بس عايزة اقول في حد بيكذب، حد بيستغلكم، يعني حد كده من اهل بيتكم، هو من الاهل بيستغل فيكم وبيتكلم عليكم. هو ممكن يكون اخ او اخت، عشان في صلة قريبة جدا بينكم، طردكم برا حياته او انتوا طردتوه برا حياتكم. يعني حد عندك عينه كده ما بيملاش غير التراب، بمعنى اصح ربك هينكزك من الناس دي وهيبعد عنك اللي انت بتمر بيه حاليا. ما تقلقش، انت نظرك قوي وبدأت تحسم علاقاتك، او بدأت تحسم مواضيعك. يعني ايه؟ ما بقتش زي الاول، ما بقتش زي الاول، بدأت تكون مختلف وماسك، يعني الايام دي بتحاول تمسك على ايدك شوية، بتحاول تقول خلاص. في كمان هنا حد بيحبك قوي، الحد اللي بيحبك ده بيحبك، بيحبكم بمعنى الكلمة، وبيتمنى لكم الرضا ترضوا، بس انتوا بسبب اللي انتوا فيه مش عارفين، خلاص قلتوا خلاص، يعني انا بجد مش قادرة، اتظلمت وتعب خلاص. بالنسبة للناس اللي بتسهل على الدراسة الدراسة الدراسة، هي في شهادة حلوة وهتكونوا مبسوطين بيها، يعني انتوا دلوقتي اكلين في نفسكم اكل، فالايام دي في مواضيع عندك، ومركز جدا على امتحاناتكم، مركزين جدا على دراستكم، بتقولوا الدراسة بتاعتي هي سلاحي، هي شهادتي. بسم الله عليكم، استمروا استمروا، بس خلوا بالكم من العلاقة التالتة او من الطرف التالت. مش عايزاكم ترموا دانكم لحد، مش عايزاكم تخافوا من المستقبل خالص. الشخص اللي بيأذيكم ونيتكم ونيتهم السليمة اتجاهكم، ارموه ورا ظهركم وما تركزوش عليه، علشان ما تعملولهوش قيمة. انتوا معروفين عنكم ان انتوا ما بتعملوش قيمة لحد، فلازم تنهوا. ولو حد بيحاول يأذيكم او يخرب بيتكم خلاص. ايه اللي انت اشتريته النهاردة او ناوي تشتريه؟ في حاجة انت ناوي تشتريها، يعني انت ناوي تشتري حاجة معينة، او ناوي تعمل حاجة، ناوي ممكن تكون عايز تروح عند العطار، ناوي تشفي نفسك بنفسك، ناوي تجيب علاجات ليك، الله اعلم. بس انت هنا عندك شراء حاجات، او ناوي
ناوي تكشف. الله اعلم، بس انت عندك هنا حاجات جديده هتحصل، في زواج وفي خطوبه عندك، لا اما هتكون ليك لا اما انت هتحضرها. بس انا شايفه ضحكه وابتسامه حلوه وربط احداث شديد، اظن ان ده ليك. اظن ان حان الوقت ان ربنا ينصرك، وحان الوقت ان انت بقى تبص لنفسك شويه. انت طول عمرك مظلوم، هتفضل لحد امتى مظلوم؟ بسم الله عليك، بسم الله عليك. الهدية اللي جايه لك قريب جدا هتكون حلوة، حلوة قوي. ليه هتكون حلوة؟ علشان خاطر انا شايفة لك برضو ابتسامة، وابتسامة هتفرحك. بس انت مشكلتك ان انت الفترة دي مضغوط، مشكلتك ان انت حاسس ان في حاجات جاية عليك وتعباك، طاقة قلق، طاقة تفكير، حيران وتايه، واكتر فتره ماسك دماغك ومصدع. رغم ان ممكن يكون اليوم او بكره ممكن يكون عندك استمتاع مع قعده مع حد، قعده لطيفه. انت مشكلتك عندك وسواس، حاجه كده بتخليك تحس بالحاجه قبل ما تحصل، ودي حاجه طبعا بتضايقك. روحانياتك عاليه، عاليه قوي، بتربط الاحداث بطريقه رهيبه. اهتمامك بمظهرك وشياكتك وأناقتك ورشاقتك وجمالك هو اللي بيدفعك التمن غالي، هو اللي بيخليك كاره ونفسك مسدودة عن حاجات كتيرة جدا بسبب الكلام وبسبب الحيرة. بسم الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. في هنا خروج من الزعل من بعد اللي انت شفته. بص هنا، بسم الله، انت خلاص وصولك للهدف قرب، وصولك ان انت توصل وتقابل وتعافر وتجاهد قرب جدا خلال كام يوم بالظبط، وهتظهر لك حقيقات مستخبية وربنا هيديك وهيرزقك. ليه؟ عشان نويت تغير من نفسك. انت حرفيا ناوي تغير صحاب، حرفيا ناوي تغير اهل، حرفيا ناوي تغير حاجات كتيره جدا في حياتك. فطول ما انت ناوي هتلاقي هتكسر الروتين. انت ما بتحبش الروتين، ما بتحبش تنام وتصحى في اللي انت فيه، ده حاجه بتضايقك قوي وبتخنقك، وفي انفراجه هنوة، والظروف اللي انت بتمر بيها فتره وهتعدي، ما تقلقش. الحمل 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 اللي يخص حياتك قريب جدا ليك، خبر حمل. وابشرك تاني بثلاث نقط هيحصلوا لك، ثلاث نقط دول هيوصلوك للبر الامان، هيوصلوك ان انت خلاص هتقول انا صبرت واشتغلت وعافرت. من حق اشوف الطرف التاني هيضحي بايه. عندك اختبار، لاما انت هتختبر شريك الحياة، لأما هو في اختبار عندك، او ممكن يكون اختبار شغل، في اختبار عندك يخص حياتك، والاختبار ده انت هتاخد من بعد الاختبار ده شايفه انه في قرار هتاخده حاسم، وفي مواضيع هتكون جديده على حياتك وهتستجد وهتاخد خطوه ايجابيه. والمكالمه اللي انت مستنيها هتلاقيها قريب جدا، هتحصل وهتتم. ومن بعدها برضو هتحاول تقلل العصبيه اللي انت فيها، وتقلل الحيره والدوخه اللي بتجيلك. 3 ايام، 3 ايام بالظبط، وهيكون فيه خبر، مكالمة، في حاجة هتحصل عندك بعد 3 ايام وهتيجي تبشرني. بس انت هنا في ضغط، في طاقة ضغط. ليه؟ ضغط على نفسك اليومين دول قوي، لا اما في شغل لا اما في تفكير. عندك انفراجات حلوة جدا، بس انت بتمر بالتزامات جامدة الايام دي، عليك مصاريف او دافع مصاريف الله اعلم. انت الضغط اللي عليك من شريك الحياة ضاغط عليك، مخليك كاره حياتك. بس انت على مين؟ انت خلاص ما بقتش قادر تستحمل، وقلت استوب بقى شوي، انا من حقي اخد راحة، انا برضو بني ادم. بتفكر كتير، طاقات تفكير رهيبة في حاجات كتيرة جدا، دايما دايما بيظهر لك الست وبنتها، الست وبنتها اللي عايزة تخرب بيوتكم، الست وبنتها الغيرانة منكم الحقودة. طريق، والطريق ده انت ماشي فيه، هو لسه انت مش مدرك الطريق اللي انت ماشي فيه كويس، بس قريب جدا هيكون من وراء خير.
وهيكون من وراه كلام حلو، هيكون من وراه نور من بعد الظلمة اللي انت شفتها. انصحك الاستعجال بلاش منه. المواضيع اللي انت في حياتك دي انا مش عايزة تردد. حيران ليه؟ حيران في موضوع، ليه مش عارف تاخد قرار في موضوع محيرك وعايز الحل؟ ده انت بتحل كل المواضيع، اشمعنى الموضوع ده انت عاجز عنه؟ اشمعنى الموضوع ده انت مش قادر تحله؟ ليه؟ عشان انت مقيد. مقيد بايه؟ مش قادر تاخد نفسك. طيب ليه؟ ضغط نفسي عليك، بتفكر كتير. اهدى كده عشان تعرف تفكر، اهدى كده علشان لازم تاخد القرار الصح. في هنا هم انت شايله لوحدك وبتلملم اوجاعك وبترميها ورا ظهرك، دايما متالق. طيب اقول لك ان انت هنا بتعاني من حسد شديد. حسد الشديد ده منين؟ من ان انتوا دايما متالقين واثقين من نفسكم جدا. احلى ما فيكم ثقتكم بالنفس، احلى ما فيكم ان انتوا بتعرفوا تاخدوا حقكم بس صابرين، بس عصبيتكم ساعات بتضيع منكم الحق. قولوا لي بقى، انتوا هنا زعلانين من حد ولا حد زعلان منكم؟ هو في موضوع زعل، والايام اللي جايه مش هقول لك في عتاب وكلام، بس هيبقى في مواضيع هتتفتح، كلام باذن الله هيتقال، هيبقى في شويه مواضيع شويه حاجات هيتفتحوا قدامك شويه، الله اعلم، بس يعني هيكون في كلام بينكم. البلوك ده اتفك ولا لسه؟ طب هيتفك، هيتفك وهيجيبوا اللوم عليكم، وهيقولوا ان انتوا غلطانين وغلطتوا فينا. انت تعبت جدا من كسرة القلب اللي جايه اللي في حياتك، من المواضيع اللي عماله تضايق فيك وانت لحد الان مش عارف تاخد حقك. طيب البعض منكم عمل فحوصات كتيره، البعض منكم كشف اكتر من مره ومستني خبر حمل. انتوا حصل عندكم اجهاض قبل كده؟ او في طفل عندكم تعبان في خنقه؟ انت عندك مواضيع تخص اطفال، والله اعلم. فرحه عمرك قريبه وبين ايدك وهتحصل باذن الله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. عندك هنا حد هيهديك هديه، والهديه دي هتكون حلوه وتمنها تقيل. عندك علاقه مع الابراج الناريه، انت مقيد وهم مقيدين، وانت كاره الحياه معاهم ومش عايز تكمل مع الابراج الناريه. ليه؟ علشان انت يعني الابراج الناريه بينك وما بينهم كيول، وانت تعبان ومخنوق ومش قادر تاخد نفسك الايام دي. شايفه لك كمان حل المشكله كبيره في حياتك. الله، بسم الله، يعني انا بسم الله عليك، انت هترفع راسك الايام اللي جايه بسبب القرار اللي انت هتاخده فجاه. هتاخد قرار فجاه وهيكون عندك طاقه ايجابيه. بص انت هنا في حاجه مأثره عليك وموقفه حالك، مخلياك بتصحى من النوم خمول، كسل، ارهاق، تعب نفسي، ضغط عليك من كل الاتجاهات، لدرجه ان انت ساعات كده بتحس ان انت عايز تقعد لوحدك ومش عايز تتكلم مع حد، وبتقول يا هل ترى ده سحر ولا مش سحر؟ هو اللي ظهر لك حسد شديد الايام دي. ليه الحسد؟ علشان انت متألق، انت لبسك شيك، انت مين بيلبس زيك؟ انت ممكن تكون بسيط، ما حلتكش حاجه، بس بتعرف تستغل اي حاجه. انت ما شاء الله عليك دماغك شغاله 24 ساعه، وطبعا محسود. انت الجنيه بتعرف تستفاد منه، مفيش حاجه بتضيعها، بس حظك قليل في العاطفه. رغم ان الفتره اللي جايه هتكون فتره متغيره المواضيع، بس انت حاليا حظك قليل في العاطفه. عندك هنا ام شريك، حق ام الشريك، ام الشريك دي متدخله في حياه ابنها بطريقه كبيره، متدخله في حياه ابنها، بتحب بأي ما وراهاش حاجه غير ان هي تعرف اخبار الناس، وحاطينكم انتوا في دماغها. ليه؟ علشان ممكن تكوني انت احلى من بنتها، او انت يعني الله اعلم هي دماغها ايه، هي دماغها ايه، بس انتوا حلوين، انتوا حلوين، وعلشان كده بيغيروا منكم، عشان كده حاقدين عليكم. بسم الله. هنا انت هنا خرجت من علاقه بسبب اخت شريك او بسبب ام الشريك، او حسيت ان الشريك ملهوش كلمه، حسيت ان الشريك حد بيمشي، وانتوا طبعا بتكرهوا حد يمشي شريك حياتكم. ده بيكون ده انتوا لو روحكم فيه ممكن تسيبوه فجاه. بسم الله. بينك وما بين الابراج الترابيه ايه؟ ايه الربط ده القوي ومتمسك الايد بينكم وما بين الابراج الترابيه؟ ولاد، اطفال، بتحبوهم، في ايه بينكم وما بين الابراج الترابيه؟ في هنا اخين او شابين بيحوموا حواليكم، عايزين ياخدوا حقكم، ممكن يكونوا اخوات، ممكن يكونوا شابين اصدقاء، الله اعلم، بس في شابين عندكم بيحوموا حواليكم. خلوا بالكم انتوا ماشيين في طريق، والطريق ده بسبب
صديق او بسبب حد مقرب، انصحكم تتراجعوا عن الطريق اللي نهايته انتوا عارفينها، بس انتوا علشان حاليا تعبانين ومخنوقين ومتضايقين فانتوا مش مدركين ايه اللي بيحصل. فلا انتوا احسن من كده، انا مش عايزاكم تشمتوا حد فيكم. المشكلة عندكم ايه؟ المشكلة عندكم مش صعبة، المشكلة سهلة وحلها بين ايدكم، بس محتاج شوية تضحية على نفسكم. مش هقول لكم تيجوا على نفسكم، ولا هقول لكم تعملوا مش عارف، لا هقول لكم لو انتوا عندك حرف الالف وحرف اللام وحرف المام والميم والدال، الحروف دي انا انصحكم ان انتوا تخلوا بالكم منه. لو عندكم حد انتوا حاسين ان انتوا بتحبوه او هو بيحبكم اقول لكم كدابين، الحروف دي لازم تخلوا بالكم منها كويس جدا. ليه؟ علشان دول بيأذوكم وطمعانين فيكم، دول عايزين ياخدوا حقكم وبيلفوا حواليكم الحنية، بيلفوا حواليكم المحبة علشان بيعرفوا يجيبكم. في كمان هنا تخليص من مواضيع في حياتكم، هتعرفوا تاخدوا حقكم قريب جدا، بس انا شايفة القلب فيه نبضات قلب سريعة، شايفة رعشة بتجيلكم فجأة، شايفة حيرة ومواضيع بتتفتح كبيرة. ليه؟ ليه هنا الطريق ده انتوا حاسين ان هو صعب؟ ليه في كلام عندك ومواجهات؟ انت بتدخل نفسك في متاهات، ما تزعلش مني، انتوا بتدخلوا نفس العصبية بتاعتكم بتخسركم. يعني لما بتيجوا تتناقشوا مع الشريك هو بيكون هادي واعصابه تمام والمواضيع الحياة واخدها ببساطة، انتوا بتتعصبوا بتروحوا مضيعين حقكم. لازم تتعاملوا، ودي نصيحة وهتعرفوا قيمتها قريب جدا، لازم تتعاملوا مع الشخص اللي قدامكم زي ما بيعاملكم. هتقولوا معرفش، هقول لكم يبقى مش هتعيشوا وهتلاقي الدنيا جاية عليكم. اتعاملوا زي ما هو بيتعامل، لو كان شريك حياتي بارد فانا اكون زيه عشان ما ضيعش حقي. شوفوا هو بيعمل ايه وانت اعملوا زيه، ليه؟ عشان ما تضيعوش حقكم. في كمان هنا موضوع او خطوبة او حد هيتقدم، الله اعلم. في كمان اتصال، بس انا شايفه انه في حد بينكم وما بينه فرق سن، بينكم وما بينه سفر، بينكم وما بينه بلد، بينكم وما بينه اختلاف. الحد ده هيكون في كلام، الحد ده هيكون صادق جدا في كلامه. ونشوف مع بعض رساله ربنا هتقول لك ايه. انا هختار الورقه دي ونقول بسم الله ونشوف النيه بتاعتك، وإن شاء الله بإذن الله تكون خير. بسم الله ما شاء الله عليك. ربنا بيقول لك اطمن، كل دعواتك وكل دمعاتك وكل ألم أصاب قلبك هي في خزائن الله. بسم الله ما شاء الله عليك، بجد الرسالة وكمان يعني الدعوة جاية على وجعك بالظبط، ما شاء الله عليك بجد. انت دايما مخلص جدا لربنا، مخلص جدا في كلامك، في افعالك، في ردود افعالك، حتى في نظراتك، فما شاء الله عليك. الرسالة جاية على وجعك بالظبط، ان شاء الله بإذن الله هيكون خير. طيب نطبق الورقة ونختار لك ورقة تاني علشان انت حبيب قلبي، وان شاء الله بإذن الله الرسالة التانية تكون اقوى من الاولى. بسم الله ما شاء الله عليك. وعلم ان في الدنيا حاجات كتيرة جدا كسرتك، بس ربنا بيرتب لك ياخد لك حقك من كل اللي خذلوك ومن كل اللي كسر خاطرك. الله هيجبر بخاطرك جبر يتعلق له اهل السماء والارض. بسم الله ما شاء الله عليك، بجد انت تستاهل كل خير. الرسالتين اقوى من بعض، فالرسالتين كلهم بيدل ان انت مهموم حاليا وان انت قلبك مكسور، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمك من حيث لا تحتسب، بس أنت اهدى الفترة دي وهدي أعصابك، واللي ربنا كاتبه لك هتشوفه، والعوض بتاع ربنا دايما بيكون كبير جدا، وعلشان كده ربنا بيرتب لك أحسن الحاجات ليك بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. تحياتي ليك.